أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد. هذا الفيديو مخصص مباشرة لمطوري قوالب ووردبريس، فأنا أريد أن أتحدث معكم مباشرة. فأي شخص هو مطور قوالب ووردبريس أو يريد تعلم تطوير قوالب ووردبريس، أي ينشئ قوالب ووردبريس التي تروها في المتاجر وتروها في مستودع ووردبريس، أنت تريد أن تنشئ مثلها أو أنت مطور للتو، فأنا أريد أن أتحدث حول هذا الموضوع بشكل واضح وصريح وبشكل أيضا مختصر. الموضوع الأساسي أن في الوقت الماضي كان ووردبريس كان هنالك طريقة لتطوير قوالب ووردبريس بطريقة الآن اسمها طريقة كلاسيكية. إذا أردتم البحث عن هذا اسمه كلاسيكال ووردبريس ثيمز. فإذا هو ليس طريقة جديدة، هي الطريقة الكلاسيكية أو الطريقة تقليدية. في وقت ماضي منذ سنوات أنا قمت بتسجيل فيديوهات أو كورس كامل حول كيفية تطوير هذه القوالب بشكل سهل جدا، وقمت بوضع عدة مستويات، وقلت لكم أنني سأكمل بالمستوى الآخر ولكن لم أكمل، ولن أكمل فعليا. السبب أن ووردبريس أخذ مسار مختلف الآن بتطوير القوالب، وهو مسار تطوير قوالب مكونات أو بلوك ثيمز. فإذا الآن ووردبريس يتجه نحو هذا الاتجاه، وأيضا كل مجتمع التطوير سيتجه نحو الاتجاه. هل القوالب الكلاسيكية انتهت؟ لم تنتهي، ما زالت موجودة أكيد ويوجد مستخدمين لها، لكن أنت إذا أردت أن تكون مطور ناجح، أنت مطور لديك خبرة بقوالب كلاسيكية، أو أنت تريد أن تتعلم تطوير القوالب بداية مبتدأ، فعليك أيضا أن تتجه نحو قوالب مكونات. هذا رأيي وهذه نصيحتي، ويمكنكم البحث للتأكد من كلامي. فإذا الآن كل شيء يتجه نحو قوالب مكونات، مكونات غوتنبرغ، فعليكم أن تذهبوا أنتم أيضا نحو هذا الاتجاه. فإذا أنت متعلم جديد وتريد التعلم، فما الأشياء التي يمكن أن تفعلها الآن، أو ما الأشياء التي يمكن أن تتعلمها، أو كيف يمكن أنا أن أقدم لك الفائدة بهذا الموضوع؟ فهنالك في مسار اسمه أساسيات تطوير ووردبريس، أنا وضعت بهذا أساسيات التطوير أشياء مهمة جدا قد تفيدك إذا كنت مطور إضافة أو مطور قالب، الاثنين معا لا مشكلة أن تعرف الاثنين معا، حتى لو أنت تريد الاختصاص في القالب لا مشكلة أن تعرف الاثنين. فهنا يمكنك فهم هذه المواضيع، افهمها، وخصوصا أعزائي افهم أساسيات الأساسيات. يعني هذا كم خطوة لهذا المسار؟ 22 خطوة لا تدرسها كلها، فقط أدرس أول 6 خطوات، أول 5 خطوات، ادرسها بشكل جيد، افهمها، افهمها، رجاءً افهمها. أنا أقول ذلك لأني وجدت بعض الأشخاص يعني يقول أنا مطور قالب ويخطئ بالأساسيات، لماذا؟ لأن الشخص للأسف الكورسات التي تتابعونها لا توضح لكم هذه الأساسيات. فأهم شيء أول 6 خطوات أن تفهموها، افهموها بشكل جيد، جيد، افهموها، افهموا فكرتها. إذا فهمتموها يمكنكم الانتقال إلى أساسيات قالب مكونات ودراسة من هذه الخطوات الموجودة هنا. طبعا أنا فعليا أساسيات قوالب مكونات لدي تقريبا مسارين، اثنين، فإذا هذا واحد، والثاني هو قوالب مكونات للمبتدئين. فأنت ابدأ بالشيء، أنا فعليا أنا أنصحك أن تبدأ من هنا، لكن لا مشكلة لو شاهدت أول فيديوهات من أول فيديوهات من أساسيات قالب المكونات، مثلا الفرق بين قالب كلاسيكي وقالب مكونات، حول مفهوم محرر الموقع الكامل أو المتكامل، لا مشكلة أن تشاهدوا هذه الفيديوهات لأنها ستزيد من معرفتكم، وأيضا حول مفهوم المكونات. وهنالك أيضا هنا معلومات ربما تجدونها فيها صعوبة بالنسبة لهذه الفيديوهات، فإذا وجدتم صعوبة فانتقلوا إلى كورس قالب مكونات للمبتدئين، والذي أشرح فيه الأساسيات. كم خطوة لدينا؟ 37 خطوة، 37 خطوة تشرح لكم أساس قوالب مكونات ووردبريس. جيد، هذه هي الأساس وهذا هو الموضوع. كل أغلب الأفكار ناقشتها بهذا المسار، وإن شاء الله هذا المسار سيكون متحدث باستمرار. يعني دائما أنا سأحاول أن أضيف له أشياء جديدة حتى نتمكن فعليا من ملاحقة هذا التسارع، تسارع ووردبريس
قوالب ووردبريس. فإذا هذا بخصوص المبتدأ. فإذا واضح هذا هو هذه المسارات سأترك روابطها في صندوق الوصف. عدا ذلك يمكنكم الذهاب لموقعي مسارات تعلم وتذهبون مثلا لقسم ووردبريس، يمكنكم أن تعرضوا كل شيء حول ووردبريس وقدموا إن كان مسار تعلم أو كان شيء آخر. الموضوع الثاني، يوجد كورس قديم موجود هنا اسمه تطوير إضافات ووردبريس. طبعا هو اسمه كورس قديم لكن كثير معلومات فيه ليست قديمة فعليا، ما زالت مستخدمة. إذا كان لديك الصبر الكافي يمكنك مشاهدة هذا الكورس. إذا فعلا أردت أن تتعلم فيمكنك أن تتبع هذا الكورس، فيه بعض من الصعوبة. في هذا الكورس قمنا بإنشاء إضافة، هذه الإضافة فعليا موجودة على مستودع ووردبريس، يعني نحن قمنا برفعها على ووردبريس، وأنا قبل شهر قمت بإضافة تحديث لها لتتوافق مع المكونات. وطبعا هي ليست مشهورة كثيرا بالتالي لن تظهر هنا. فإذن lwnrecipe.wordpress.org، فإذن لنرى، فإذن ها هي، أعتقد ها هي، طبعا ها هي جيد، هذه هي الإضافة والخاصة بنا موجودة على المستودع، قمنا بتطويرها وقمنا برفعها للمستودع مع التحديثات القديمة وليس التحديثات الجديدة. التحديثات الجديدة لم يتم إرادها في هذا الكورس. طيب الموضوع الرابع وهو جدا جدا متقدم، نحن نتحدث عن قالب مكونات. قالب مكونات يعني فيه مكونات. في الكورس قالب المكونات نحن فقط ماذا نفعل؟ نستخدم المكونات الموجودة أو الافتراضية. أما في كورس تطوير مكونات ووردبريس، هذا الكورس متخصص بتطوير المكون نفسه، وهذا كورس فقط للمتقدمين، فقط للمتقدمين، فلأن فيه صعوبة ويحتاج معارف أخرى مثل معرفتك بالنوت. لاحظوا أنا أكتب لك ملاحظة بجانب المسار حتى تعرف إذا يمكنك المتابعة أم لا. بالنسبة لكل المسارات مجانية ومتاحة للجميع. بالنسبة لكورس تطوير مكونات ووردبريس هو كورس متقدم وبالتالي هو فقط متاح للأعضاء في قناتي. بعض الفيديوهات الأولى متاحة للجميع والباقي والتحديثات متاحة فقط للأعضاء. وبالنسبة لكورس قالب مكونات ووردبريس للمبتدئين هو أيضا مجاني ومتاح للجميع، لكن إذا أردت مشاهدة كل الفيديوهات الآن في الوقت الحالي يمكنك الاشتراك بالقناة لمشاهدة كل الفيديوهات، لكن يمكنك الانتظار حتى يتم فعليا عرض الجدول للجميع أو عرض الفيديو للجميع في وقته. فإذا هذا المسار مستمر تقريبا لشهر 9 الميلادي، يعني شهر أيلول، الشهر 9 الميلادي أو شهر سبتمبر. ولكن إذا أردت لا تريد الانتظار حتى هذا الوقت يمكنك الآن الاشتراك ومشاهدة هذه الفيديوهات. عدا ذلك كل شيء مجاني، كل شيء متاح، يمكنك الآن التعلم بهذا الخصوص. أنا أحببت تشيل هذا الفيديو فقط لأعطيكم ملاحظة أن يجب أن تتجهوا نحو قالب مكونات ووردبريس، ولأن ووردبريس يتجه نحو هذا الاتجاه فعليك أن تتجه معه أيضا. ولا بأس بتعلم أساسيات قوالب كلاسيكية لكن لا تخوضوا بها كثيرا إذا كنتم من المبتدئين. جيد، أما إذا كنت شخص خبير وتعرف قوالب كلاسيكية ممتاز جدا، هذه المعرفة ستفيدك جدا، لكن عليك أيضا تعلم قوالب مكونات ووردبريس. فإذا شكرا لكم ومع السلامة.